بالنسبة لبني ملال تعتبر من أحسن المدن بالنسبة للطبيعة، بالنسبة للأشجار اللي فيها، الخضروات اللي فيها، يعني بني ملال تتمنى من أحسن يعني المدن. وكنجيو ليها حنا من سوق السبت، كنجيو ليها كنجيو نشوف الطبيعة، كيجيو ليها من أنحاء المغرب. المهم عين سرون كتعتبر من الأماكن الأحسن في المغرب، يعني من ناحية الطبيعة، من ناحية بالنسبة لهذه النافورة، هذه النافورة تعتبر أحسن النافورات في المغرب، يعني بالشكل ديالها كل شيء كيجي لها الناس من كل بلاصة، كيجيو يشوفوا هذه النافورة غير باش يشوفوا هذه النافورة، يجيو يتصوروا حداها يشوفوها. عين السردون كلها يعني يطلعوا للقصار، الطبيعة اللي فيها، الجمال اللي فيها من أحسن طبيعة في المغرب. بالنسبة لنا كانت شوية يعني عام على عام كتزيد تطور، كتزيد تولي زوينة، كيجيو الناس من أنحاء المغرب كيشوفوها الناس من كل بلاصة، كيجي الناس يشوفوا العين سردون. حنا كنجيو لها من سوق السبت كل ويكاند تقريبا كنجيو لها، أنا خدام في كازا وكنجي من كازا باش نشوف عين سردون. كما تشوفوا بني ملال الحمد لله هذا العام هذه السنة عرفت تغييرات بزاف، كانوا هنا القهاوي، كانوا بزاف ديال الحوايج هنا خايبة حيدات، وتيجيو الناس تيجيو من مراكش، كيجيو من الدار البيضاء، تيجيو من بزاف المدن، كيجيو لهنايا كيجيبوا الوليدات كيلعبوا كيشوفوا النافورة. الحمد لله ولات هذا العام جديدة عين سردون، عطاها الله تبارك الله هذا الماء من عند الله تعالى. الكبار والصغار كل شيء كيجي لهنا، كيخرجوا العائلات هنا كيفوجوا، والدنيا الحمد لله زوينه. التغييرات اللي عرفت التغييرات كثيره الحمد لله، زاد الشجر، زاد النقار، نقيه سياحيه زوينه، الناس كتجي لهنا تترتاح، فيها الماء طبيعي تبارك الله، الشرب، كل شيء، والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.